طيب ممكن اعرف منك بقى الاستعدادات الخاصة كده قبل مثلا اي مسابقة بتدخليها للتجديف، سواء استعداداتك للسكر او استعداداتك للتجديف نفسه، بتعملي ايه؟ هو عامة لازم الواحد يبقى على طول consistent ومتابع في الحاجات اللي هو بيعملها في التأديف. فأنتي المفروض تاكلي كويس، الغذاء مهم جدا، تنامي كويس، طبعا في حاجات في التمرين نفسه، الاسترتشات او الريكفري بتاع التمرين مهم قوي. فدي كلها حاجات بتفضلي تعمليها لحد يوم السبق. البرنامج التدريبي طبعا بيتختلف، دي حاجه بقى سبيسيفيك ملهاش علاقه بالسكر يعني، بس البرنامج نفسه بيمشي بتسلسل معين لحد قبل السبق، فبيبقى بشكل معين. استعدادات السكر برضو نفس الحاجه، يمكن السكر برضو بيبقى تشالنج شويه، لان هو بيأثر فيه عوامل خارجية أكتر من الأكل والإنسولين وكده. السترس بتاع أي سترس موجود ليه علاقة بأي حاجة بيأثر في السكر. فمع الوقت ومع التجربة أنا فهمت إزاي أتعامل، يعني عرفت إزاي مثلا قبل السبق السترس بتاع السبق بيعمل إيه. فأنا جربت مرة واتنين، فعرفت إزاي أتعامل مع اللي هو الضغط السبق. حلو قوي.